ومره ثانيه كانت بتعشى مع بعض انا بتتكلم مش عارف ايه وفي وسط ما هي بتتكلم هتنام نزلت في الفرن. لا 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 كان المفروض في طبق يعني اتعود فنزلت في الشوربه. وبعدين مره ثانيه عشان هو اتعود خرج معاها ثاني فجاه تنزل في الشوربه كان اللي بيطلع شعرها اسمع بتعرف ايش فيلم ضحكت عليه كثير كثير اخر شيء في ايار؟ تبع ساندرا بولوك وشو اسمه هذا؟ وراين راين عزيز بيعرفها شفت اخر فيلم؟ اخر فيلم احسن شيء بالعالم بدي اصلا كله مسخره بالذات لما لما صحيت من النوم كنت لا بس اسمع الاخر شيء الانترفيو روم هذا الجاي اللي كان اخر شيء كملته الاخير انت؟ يا الله شو ضحكت انا لما علي سال شغله قال له 3 قال له ما كان سأل السؤال لسه مذكر لما تشيل الشكل يا ريت انت بكون هذا وشك مش حقيقي عامل هيك بتاع وشك حقيقي شنو ضايق شنو ضايق مش حالاتي لا الله حلو الكلب حلو حالاتي مره لقيت واحد زيه بالشارع جمال جمال الكلب اول شيء حبيب الكلب لما اخوه كلب بونزي احلى كلب في العالم هيدا بسبب نفعل يمزم بخف يا ابن ايدي عايش عندي بالغرفه يا زلمه غرفه هيدا اول نهار بركبه مشاعري طبيعي والله انا خايف مين شريك شريكه ماشي المهم يعني فجينا في مره بالليل كنا فاكرها لحد النهارده بجد كانها يعني كانه امبارح كان في فرح واحده صاحبتي خلصنا ومش عارف ايه ونزلتها هي عند في بيتها وكده ونزلت وكنت راجع عديت على واحد صاحبي ورجعت في جامعه الدول لقيت شيء قد كده شيء يعني ما ينفعش حتى اقول عليه ان هو يعني شيء تفهم شويه بيحاول يعدي مش عارف انت جامعه الدول جامعة الدول ده عندنا شارع من اكبر اكبر شارع في القاهره ومن اخطر الشارع في القاهره اللي تتعدي فيها ليه حوادث غريبه فيها يعني ما بيقفش ما بيقفش ابدا جاي يا ممنوع تعدي يعني قليل كان خالص ايه بس حاجه كده خلاص فانا وقفت العربيه كنت عامل فلاشر ونزلت اي واز جاست يعني هشيله احطه في ال واز ا كات بيسكلي اللي هو بس قصه صغيره يعني فشلت قلت هشيله عشان احطه في جدينه او شيء.